السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم أبنائي بناتي طلاب الصف الأول الإعدادي في درس جديد من دروس مادة العلوم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن درس القوى الأساسية في الطبيعة. عندنا القوى الأساسية في الطبيعة بتتقسم إلى ثلاث أنواع من القوى، نشوفهم مع بعض. قوى أساسية طبعا رئيسية، أول حاجة قوى الجاذبية، طبعا كلنا عارفين قوة الجاذبية، وفي قوة تانية اسمها قوة كهرومغناطيسية، وفي قوة نووية. احنا هنتكلم عن التلاتة دول كده باختصار، اللي هي القوة الجاذبية والكهرومغناطيسية والنووية. نشوف مع بعض كده الاول ايه هي القوة، مفهوم القوة. لذلك القوة هي عبارة عن مؤثر يغير او يحاول ان يغير من حالة الجسم، سواء بقى من السكون يحركه الى الحركة او العكس، او يحاول تغيير اتجاه الحركة. طيب نبدأ مع بعض كده، اولا قوى الجاذبية. نبدأ بقوى الجاذبية. عشان نفهم قوة الجاذبية هنجيب مجموعة اجسام مختلفة في الكتل، يعني مثلا كتلة 1 كيلو جرام، ونجيب كتلة 5 كيلو جرام مثلا، يعني دي كتلة 1 كيلو، دي 5 كيلو اكبر منها ايه شوية، ونجيب كتلة تانية 10 كيلو جرام زي ما احنا شايفين متدرجة في الكتل. هنحاول نرفع الكتل دي من على الارض ونضعها على منضدة، على ترابيزة او مكتب. هنبدأ بالكتلة الصغيرة وبعدين الكتلة ايه الكبيرة. هنلاحظ ايه او هنستنتج ايه، ان لو انت بتبذل شغل، الشغل اللي انت بتبذله، المجهود اللي انت بتعمله لرفع الجسم بيزداد بزيادة كتلة الجسم. طبعا انا بتعب قوي مع 10 كيلو، لكن مثلا 5 كيلو النص، 1 كيلو بسهولة. ايه التفسير للكلام ده؟ التفسير ان الارض تجذب الاجسام، الارض دي بتجذب، بتشد الاجسام، بتشدها لتحت ناحيتها، بتشدها الى مركزها بقوة. القوة دي يا جماعة بنقول عليها وزن الجسم، وطبعا بتزيد القوة دي بزيادة الكتلة. يبقى ممكن نقول ان وزن الجسم هو عبارة عن مقدار قوة جذب الارض للجسم، والوحدة بتاعت الوزن نيوتن. نقطة تأثير الوزن بتكون عند مركز الجسم، ويسمى هذا بمركز ثقل الجسم. يبقى عندنا حاجة اسمها مركز ثقل الجسم، وديت بنقول عليها نقطة تأثيره او نقطة تأثير الوزن. مركز ثقل الجسم هو نقطة تأثير وزن الجسم اللي بتكون دايما عند مركزه. ومن هنا بنوصل وبنقول ان وزن الجسم اللي هو بيساوي حاصل ضرب كتلة الجسم اللي هي كاف، مضروبة في عجلة الجاذبية الارضية اللي هي دال. يبقى من هنا بنقول ان واو وزن الجسم بيساوي كاف في دال، ووحدة الوزن ايه يا جماعة؟ نيوتن. تعالوا نشوف مع بعض كده مثال او مسألة. مثال بيقول احسب وزن جسم كتلته 100 كيلو جرام اذا علمت ان عجلة الجاذبية الارضية في المكان ده بتساوي 9.8 متر لكل ثانية تربيع. ايه الحل؟ طبعا عشان احل لازم اكتب القانون عشان اخد الدرجة في المضمون. يبقى وزن الجسم بيساوي اللي هو واو بيساوي كاف في دال، والوحدة نيوتن، يعني كتلة الجسم في عجلة الجاذبية. طب الكتلة عندك 100 وعجلة الجاذبية 9.8، هننزل الصفرين وال98 والعلامة بعد رقم، يبقى هتطلع 980 نيوتن، وكده اتحلت المسألة سهلة جدا فيهاش أي حاجة. خلي بالك يتغير وزن الجسم الواحد باختلاف مكانه من على سطح الأرض، لكن الكتلة بتفضل ثابتة مش بتتغير. يبقى الوزن يتغير بتغير المكان، أما الكتلة لا تتأثر بتغير المكان. ونشوف مع بعض كده يا شباب تاني قوة عندنا، اللي هي القوة الكهرومغناطيسية. ايه القوة الكهرومغناطيسية دي؟ لو احنا جبنا مسمار حديد مطاوع، دخلناه كده جوه ماسورة بلاستيك مفتوحة من الطرفين، ولفنا عليه سلك معزول عدة لفات، وبعدين وصلنا السلك ده ببطارية موبايل بالشكل ده، وقربنا من المسمار ده برادة حديد، المفاجأة
ان برادة الحديد هتنجذب الى المسمار وكأنه مغناطيس. وفي هذه الحالة بنقول ان التيار الكهربي او نقول للتيار الكهربي تأثيرا مغناطيسيا. يعني من الاخر التيار الكهربي ممكن يعمل مغناطيس معانا بشروط معينة. علشان كده بنقول ان عندنا حاجة اسمها المغناطيس الكهربي. ايه المغناطيس الكهربي ده؟ هو بيتكون من ملف مصنوع من سلك نحاسي معزول. يعني انا جايب حديد كده ولف عليه نحاس. الملف ده بيكون من الحديد المطوع. لما بيمر تيار كهربي في الملف بيعمل كمغناطيس على طول. طيب المغناطيس الكهربي ده بيدخل في ايه؟ بيدخل في حاجة اسمها الاوناش الكهربية، الونش اللي هو سواء بيشيل خردة او الونش بتاع المينا. وكمان بيدخل في الجرس الكهربي اللي هو جرس المدرسة، عادي جدا بيدخل جوه منه المغناطيس الكهربي. من التطبيقات على القوى الكهرومغناطيسية المولدات الكهربية والمحركات الكهربية. نشوف مع بعض كده. اول حاجة المولدات الكهربية. المولدات الكهربية دي عبارة عن اجهزة بتحول الطاقة الحركية الى طاقة كهربية. وممكن اقول بتحول الطاقة الميكانيكية الى طاقة كهربية، اللي بنسميها ايه احنا؟ بنسميها الدينامو. اما المحرك الكهربي فبيعمل العكس، بيحول الطاقة الكهربية الى طاقة حركية او ميكانيكية. زي المحرك الكهربي الموجود في المروحة الكهربية والخلاط. طيب زي ما احنا قلنا في الاول عندنا ثلاث قوى، نبدأ بقى بالقوة، نخلص بقى بالقوة الثالثة. ثالثا القوى النووية. الانسان اكتشف ان النواة بتاعت الذرة فيها طاقة هائلة جدا، وقدر انه يطلع الطاقة اللي جوه النواة ديت سواء في الاغراض السلمية او في الاغراض الحربية وفي الحروب. عندنا القوة النووية بتتقسم يا جماعة الى حاجتين. قوة نووية بيقولوا عليها ضعيفة غلبانة، وقوة نووية قوية جدا. طيب يعني ايه قوة نووية ضعيفة؟ دي بتستخدم في السلم للحصول على عناصر مشعة بتطلع اشعاعات كده منها مش متشافة. بتستخدم في هذه العناصر في الطب لعلاج الاورام وفي البحث العلمي وفي الصناعة. يبقى ده بالنسبة للقوة النووية ايه؟ الضعيفة. طب القوة النووية القوية يا اما نستخدمها في انتاج الكهرباء وده حاجة كويسة جدا، يا اما نستخدمها في الاغراض العسكرية. طبعا ده بالنسبة لانتاج الكهرباء، وبالنسبة للاغراض العسكرية تستخدم في الابادة والقتل بالقنابل النووية. طبعا الحمد لله ان مصر تحرص مصر على استخدام الطاقة النووية في مجالات انتاج الكهرباء، واحنا ان شاء الله عندنا مفاعل نووي هيتعمل في منطقة الضبعة في اسكندرية، وان شاء الله تكون فتحة خير على مصر باذن الله. بكده اصدقائي وصديقاتي الطلبة والطالبات بنكون وصلنا الى نهاية درسنا النهاردة. اتمنى من الله عز وجل ان انتوا تكونوا استفدتوا منه، واتمنى من الله ان تكونوا من أصحاب الدرجات النهائية في العلوم وجميع المواد. أشكركم. كان معكم معلم خبير محمد علي من قناة المتفوقين في العلوم والكيمياء، نفهم دروس مجانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.